السلام عليكم الناس، اصلا كان بخير، مرحبا بكم في قناه جلام دي زد. اليوم جيتكم بفيديو قصير راح نحكوا عليه على واحد الموضوع كامل اللي صرنا وعنده نتائج بزاف عظيمه علينا حنايا. قبل ما نبداو تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، حطوا لايك للفيديو، تابعوني في الانستغرام، هذا هو دائما ماني موجوده نشارك معكم فيديوهات ودي بوست ودي ستوري سيتا. راني نسيب لي كامل صرات لنا وين كنا نهضروا معاه وحنا كامل صرات لنا وين نسمعوا صوت لافوا الدخلانيه تهضر معانا. مرات تصرى لنا وين نكونوا نهضروا اوت فوا سورتو الا كنتي تهضري في الزنقه وكي تمشي وتهضري وتضحكي مع روحك وبعد تفيقي وتشوفي الناس يشوفوا فيك كيما انا تصرى لي. كامل حنا عندنا واحد الصديق الدخلاني هذاك يهضر معانا دائما. من المشكل في هذاك الصديق انه سلبي بزاف، هذاك الصديق سلبي دائما يبعث لنا رسائل سلبيه، دائما كي نتفكروا مواقف صرنا فيها نقولوا علاش ما قلتش هذه، علاش ما درتش هذه، علاش ما رحتش كذا، ودائما كي نكون نشري حاجه على ما شريت هذه الحاجه راني ندمت انا كذا، ومن بعد تيك نولي كاع ماشي فرحانه بالحاجه اللي شريتها ولا تحصلت عليها. دائما كي نجي راح ندير ان با فيغ لافون، دائما هذاك الصديق يقول لي نو ما تقدريش، نو خطيك، نو ماشي شايعه، نو ما حش تجيب لك دراهم، نو ما تقدريش تهدري هذيك اللغه، نو ما تقدريش تهدري قدام الناس اكسيتيرا. دونك هذه الرسائل اليوميه اللي يبعثها لي هذاك الصديق، يعني انا صوتي الداخلي اللي يبعثها لي دائما العقل الباطني تاعي، واللي تاثر فيا تاثر فيا سلبيا بزاف. لا كانت رسائل ايجابيه حال راني هايله، راح تزيد لي من القوه تاعي، راح تزيد لي الكوستو تاعي يعلى ايتيغا، المورال تاعي يطلع. مي حنا راح نحكوا على الجانب السلبي، لانه الجانب الايجابي ما فيهش مشكل، ما كلا نديروا عليه فيديو. المشكل في الجانب السلبي اللي حنا دائما نهضروا مع روحنا باللي انا ما نقدرش، ولا الناس قالوا لي ما نقدرش، يعني انا ما نقدرش، انا ما راحش ننجح، انا ما راحش نقدر. الحل لهنايا وين راه الحل؟ اني نجيب ورقة وستيلو ونأوزي نأوزي نكتب الأفكار السلبية اللي كنت نفكر فيها. يعني مرات خلاص التفكير هذاك يغمني، نفكر حتى راسي ولي قد البطيمة ونولي عيانة بزاف، غير مغالبا نكون عيانة بزاف. دونك شدي ورقة وستيلو، اكتبي كامل الاشياء الافكار السلبيه اللي راكي تفكري فيهم انتيا. بعد ما تكتبيهم اقرايهم راح تتشوكي، راح تنخلعي، راح تتصدمي من الكم الهائل تاع الطاقه السلبيه اللي كنت تبعثيها لعقلك الباطني. وهذا الشيء كامل حسب الدراسات الحديثه ياثر على الجسم تاعنا، يعني ماشي غير ياثر على البسيشيك تاعنا، ياثر على الفيزيك ايضا، يجيب ضغط الدم، يجيب القرحة، نوبات قلبية، يعني عنده تأثير على الصحة تاعي ما شاء الله بيدي أنايا، جبت المرض العمري. الحل لهذه الأفكار السلبية اللي دايما نغذي روحي بها أني نوقف التفكير. نعم الحل بسيط جدا، ما عنده لا فهامة لا قراية لا تعب لا بحث لا حتى حاجة، نوقف التفكير مباشرة. يعني كي نكون نفكر في موقف صرا لي نلوم فيه روحي، ولا نفكر في موقف راح يصرا لي ولا راح يجي، ولا السكنه غاليه، الكرامه كاش، الدراري واش يربيهم في هذا الجيل، المعيشه ولات ما تكفيش، خاوش راهو جاي ايتترا. دونك المستقبل تاني كيخمم فيه بسلبيه، ولا الماضي كي نفكر فيه بسلبيه، ولا حتى الحاضر تاعي كي نقول انا ما نقدرش، انا ما ننجحش، انا ما نسواش، انا ما نعرف ندير والو. دونك هذا الشيء كامل الحل تاعو اني نوقف التفكير ديريكتومون. هذا ما كان كانت صرالي انا شخصيا بزاف، وين تفكر مواقف محرجه صرات لي نتمنى اني ما نعاودش تفكرها، ومن بعد نقول علاش ما راني نتفكرها، علاش ممكن تلحقي تفكري في اشياء وين تبكيك. باطل، يعني باطل، هي جازت هذاك الوقت وبكيتي عليه هذاك الوقت وحزنتي وتالمتي، ومن بعد سيبون خلاص احنا مازلنا نعاودو نفكروا روحنا فيها ونديروا ري ونعاودو نبكو، ولا ممكن انه نتفكروا. نعطيكم مثال بسيط فقط، مثال اونترونو، يعني الواحد كي يكون يفكر في والديه ويتفكر بلي ان جوغي يكيتيوه والديه ولا هو يكيتي والديه، بصح حنا دائما نفكروا بلي والدينا هما اللي كيتيونا، دايرين في بالنا بلي حنا صغار حتى نكبروا باش نموتوا. المهم هذا الشيء برك يخليك تدخلي في اكتئاب كبير، يخليك تبداي تبكي، يخليك تفكري كيفاش حياتك بلا بيهم، وهذا الشيء ما لازمش يكون ابدا. ما لازمش نخمم انا في حاجه جايه من بعد. يا سيدي انا اليوم في 2020، ممكن في 2030، ممكن اني 2030 يموت لي واحد عزيز، علاش في هاد العشر سنين نخمم ونكتئب ونحزن؟ لا لا بالعكس، ندير حاجه كونتخار، يعني اصلا نحبس هذاك التفكير وندير حاجه كونتخار، نبروفيتي منه، نزوره، نقصر معاه، نبر، نخرجه، نزهيه اكسيتيرا، يعني كمثال فقط على المستقبل. يعني هذه الامثله اليوميه دائما 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 تصرالنا وتاثر فينا سلبا، يعني ماشي حاجات كبار، ماشي مشاريع، ماشي
فضائح صراولنا، مي حاجات يومية بسيطة هي اللي تخلي نهارنا سيء، تخلي نفسيتنا سيئة. تقولك واش راك؟ والله المورا لو حابط، والله راني عيانة، مورا المورا علاه؟ باسكو التفكير هذا ما كان، يعني التفكير اللي راك عليه اليوم هو اللي راح يوصلك لواش راك عليه غدوة ان شاء الله. دونك خير انتيا وكتاش واش من طريق تحبي تكوني فيها. دونك تكوني انا وحدة تعلمتها كي نكون نفكر في مواقف هذوك الملاح اللي ماشي ملاح اللي صراو لي، اللي يجيبوا لي ضغط الدم تاع الصح، ضغط الدم طلعوا لي لا طونسيون ولا قلبي يبدا يخبط، تمتم نحبس نوض بلاستيك، نروح نخرج للباكون، نخرج ندير حاجه ولا نشد كونيكتي ولا نبدل هذيك لا سيتوياسيون يعني فيها نبدلها. هذا ما كان يعني حل بسيط بزاف باش تكوني انتيا هابي في النهار تاعك. وكي تكوني هابي في النهار تاعك راح الانتاجيه تاعك تطلع، راح المورال تاعك يطلع، راح الناس اللي معاك تبعثي فيهم طاقه ايجابيه، راح حياتك كامل تتبدل على جال الطاقه الايجابيه اللي تكون في نهارك. فوالا الفيديو تاع اليوم ان شاء الله الميساج يكون الحق، عبالي ملي جريت بزاف ان شاء الله ما فوتوش 5 دقائق. المهم تهلاو في روحكم، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله. سلام. ما تنساوش لايك.